الحمد لله الحمد لله ربنا الرحمن <applause> الذي علم القران وخلق الانسان فامتن عليه باعظم المنن اذ علمه البيان وامره بان يقيم الوزن بالقسط والا يطغى في الميزان ووزن حروف القرآن بأقوم ميزان من أكرم من ماز به نوع الإنسان عن سائر الحيوان هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير سليلي اطهر الاصلاب وجليل اشرف الانجاب وعلى اله الاطهار وسائر الاصحاب ومن ترسم هداه الى يوم الماب وبعد فقد وصلنا في الحلقه التي سبقت الى الوقوف عند قول الامام الشاطبي وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا رضي الله عنه ورحمه وقد شرحناه بما تيسر والآن ننتقل إلى قوله رضي الله عنه ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل ومن كان ذا باب اقرأه <applause> هذا البيت لن نطيل فيه كثيرا لانه معلوم لديكم وقد شرحناه من قبل وانما اراد ان يبين بانه ايضا من دواعي التصريح عنده ان يكون للقارئ ان يكون له باب اختص به او له معظمه اختص به أو له معظمه فإنه يسميه أو يمكن أن يتكلم عن الباب بأن الباب الذي هو باب مميز وله أحكام وله اختص بأحكام فإنه أيضا يميز ويصرح باسم هذا الباب كما في الإدغام الكبير وفي إلى آخره أليس كذلك فقال ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرين البصر إلى آخره وفي الراءات مثلا ورقق ورش وفي اللامات غلظ ورش وفي باب النقل وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا الى اخره فهذه الاشياء مما اتفق له ايضا رضي الله عنه وهذا اخر ما اراد ان يبينه لنا وان يبلغنا اياه من رموزه وتقييداته واشتراطاته رضي الله عنه وعنكم جميعا وقد قلنا فيها ما تيسر فقد حاولنا جادين أن نقرب ما نآمنها أه أليس كذلك وأن نجلي مفهومها وأن نوضح منطوقها إلى آخره وأظن والله أعلم أظن وهذا من باب اليقين إن شاء الله أنكم قد حصلتم على شيء من هذا أو على كله بإذن الله هل فهمتم هذه الأشياء فهمتم شروطه ورموزه أه؟ وتقييداته أليس كذلك إذا فلنجز حينما قال أهلت فإننا نهل بماذا بالاستعاذة مستفتحين بالقراءة بإذن الله إلى هذا إهلالنا نحن فلننتقل إلى إلى القراءة بإذن الله تعالى وقبل القراءة لا بد لنا من الحديث عن الاستعاذة أليس كذلك؟ والاستعاذه كما تعلمون قد اطلنا فيها في المحاضرات السابقه بما يكفي وانما الان نجتزئ ببعض المعلومات التي تحصل لنا بها بركه الكلام عما يستفتح به القران هو الاستعاذه ولتحصل لنا ايضا بركه دلالات الاستعاذه وهو الاستجاره بالله والامتناع به والتحصن به والالتجاء اليه والعوذ به إلى آخره أليس كذلك؟ جميل فإذا أردتم أن نبدأ بالقراءة فلنبدأ وإذا أردتم أن نسترسل في السرد فلنفعل فأنتم بالخيار فالأحسن على ما يبدو أن نقرأ أه؟ بسم الله إذا فلنقرأ ونحن إذا أردنا أن نقرأ فإنني اخترت لكم أصولا أربعة في التعوذ في الجمع بين التعوذ والبسملة من عشرين وجها لا نطيل بها أليس كذلك وهي أصول باب الاستفتاح الأول نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أن نفرد الاستعاذة ولا أحب أن أقول القطع أه؟ لا أحب أن أقول القطع فأنا أتحاشى هذه المصطلحات أن نفرد الاستعاذة عن البسملة وعن أول الفاتحة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولكم ان تبداوا بالوصل هذه الاشياء ما هي اصطلاح من من القراء لكن دابوا على هذا ان ان يفردوا الاستعاذه وحدها ثم يردفوها بالبسمله ثم يردفوها باول الفاتحه هذا الوجه الاول اذا من يقرا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اذا هذا الوجه الاول فصلنا الاستعاذه عن البسملة عن بدء الحمد عن الايه الاولى في سوره الحمد اليس كذلك؟ الوجه الثاني ان نفرد الاستعاذه ونجمع بين البسملة وأول الحمد أليس كذلك؟ أطير الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الوجه الذي ذكرته الآن ما مرتبته؟ ها؟ إذا نريد الوجه الثاني ذكرنا الوجه الأول قلنا بأنه ذكرناه والآن نحن في الوجه الثالث الذي هو قلنا بأنه وصل الاستعاذة بالبسملة وهو أتم في الاستفتاح وأكمل أليس كذلك وهو الذي قرأته أعده نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بقي لنا الوجه الرابع وهو وصل الجميع وصلنا الله وإياكم بخير نعم إذا اقرأ اقرأ أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أحسنت. اقرأ. الوجه الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أحسنت. إذا هذه الأوجه الأربعة التي انتخبناها لكم في الاستفتاح أليس كذلك؟ قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. والضمير يعود على القراءه. اذا اختلف القراءه في الاستعاذه وذلك من حيث لفظها ومن حيث صوره استعمالها ومن حيث حكمها. اليس كذلك؟ فنقول من صور استعمالها هو الجهر بها او الاصرار وايضا حيزها هل قبل القراءه ام بعدها ولنتحدث قليلا عن لفظها عن لفظي مم. وما جرى فيه من الخلف ولتعلموا قبلا بان الحلوانيه في جامعه بدانا بقوله ليس للاستعاذة حد ينتهى اليه او ليس للاستعاذة حد تنتهي اليه وهذا الذي نريد وتتمته فمن شاء زاد ومن شاء نقص وسياتينا في في محله ماذا قال الحلواني ليس هذا اول ما يطالعنا ونبدا به من النصوص ها لتكمل لنا الصوره ليس للاستعاذة حد تنتهي إليه أو ينتهى إليه أليس كذلك؟ الآن أحسن أن نأتي بنص صاحبي المنتهى الذي هو من؟ الخزاعي الخزاعي يقول أيضا في مثل هذا وليس لها عن الأئمة نص فيما علمت تبينوا هذه النصوص سنتفحصها ونفاتشها نصا نصا وليس لها أي الاستعاذة عن الأئمة نص فيما علمت جميل يأتي بعد ذلك ابن الباذش في إقناعه ليخبرنا بأن لفظها لم يأتي فيه عن أحد من السبعة نص ها؟ أه؟ ذلك عمم الأئمة وهذا خص الاختلاف أو التنصيص عن السبعة فاحذروا هذه الأشياء وانتبهوا لها جيدا. اذا ماذا يقول ابن الباذش في لفظها؟ بأنه لم يأتي فيها عن احد من السبعه نص وساق ايضا نص الحلواني ليس للاستعاذه حد ينتهى اليه فمن شاء زاد ومن شاء نقص. جميل. أه ونحن اذا كنا نتكلم عن اختلاف القراءة في الاستعاذه. فإننا نتحدث عن قراءة الحرمين أولا أليس كذلك والعراقين أيضا والشام وعن قراءة أهل مصر وأهل المغرب وأهل خراسان وهذه مدارس القراءات فيما كان قبل فأهل الحرمين أو قراءة الحرمين والعراقين والشام أيضاً اختلفوا فيها على قولين ففريق منهم استعاذ بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا نقل عنهم أليس كذلك وفريق منهم استعاذ بصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا ورد عن من؟ عن فريق من من قراءة الحرمين والعراقين والشام جميل. أما طائفة من أهل مصر وأهل المغرب فإنهم تعوّدوا على هذه الصيغة التي هي أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وحكاها بعضهم لأصحاب ورش عن سائر أهل مصر إلا أن ابن غلبون في إرشاده قال استعاذت طائفة من أهل مصر وأيضا من سائر أهل المغرب وخذوا حذركم وبالكم من الكتب المحققة فإن الطبعة التي طبعت في الشارقة من جامع البيان فيها وسائر العرب بدل سائر المغرب فيها وسائر العرب فتنبهوا لمثل هذا فما شأن العرب بهذا فهذا التعوذ لي لسائر الناس ها وانما يقصد من يقصد سائر سائر المغرب اليس كذلك؟ اذا تعوذ الطائفة من اهل مصر وسائر المغرب اهل المغرب نعم بصيغه اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وقال ابن غلبون عبد المنعم في ارشاده ايضا اما اهل الجبل من اهل خراسان ومن اليهم فانهم استعاذوا بصيغه اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي من الشيطان الغوي جميل ذكر الخزاعي بانه قرا روايه ورش على شيخه ابي عدي المعروف بابن الامام الذي هو شيخ ابن نفيس الذي يختار المغاربه طريقه وابن نفيس هو آخر من بقي من الذين قرأوا على ابي عدي فعلى سند الناس الذين تلقوا عنه من اجل هذا ها أه؟ أه ها ابن سيف هو ابو بكر وقرأ عليه من قرأ عليه من أبو عدي أليس كذلك وأبو عدي قرأ عليه من قرأ عليه من ابن نفيس ابن نفيس هذا الذي أريد أن أقول بأنه آخر من قرأ على من قرأ على أبي عدي وآخرهم موتا ها؟ وبطول عمره إستفاد الناس من علو سند ابي ابي عدي هذا المعروف ب عبد العزيز بن الفرج المعروف ب بابن الامام ولذلك المغاربه يختارون طريقه طريق ابن نفيس لاجل علو الاسناد ولذلك كان طريق صاحب التجريد الذي هو ابن الفحام اعلى الطرق عن الازرق من اجل من اجل هذا من اجل من اجل هذا لانه قرا على على ابن نفيس اليس كذلك وابن نفيس قرا على من؟ قرأ على أبي عدي وأبو عدي قرأ على من؟ على أبي بكر ابن سيف وابن سيف قرأ على من؟ على الأزرق والأزرق قرأ على على ورش وورش قرأ على من؟ قرأ على الإمام نافع فإليكم هذه المعلومة إذا قلنا ماذا؟ ذكر الخزاعي في منتهى بأنه قرأ على أبي عدي رواية ورش عن ابن سيفين عن الأزرق عن ورش بهذا التعود الذي هو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ها؟ عرفنا هذه الأشياء جميل وبعضهم قال كما ذكرت لكم لأن هذا هو مختار أهل مصر ها في رواية في رواية ورش هذا مذهب المصريين و قيل عن هبيره قيل عن هبيره وهو يروي عن من؟ عن حفص يعني حفص من طريق هبيره أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الخزاعي أيضا من غير طريق أبي عدي قراءة نافع فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم قرأ قراءة نافع من غير طريق ابي عدي فقال في الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. هذه هي هي الصيغة، هذه هي الصيغة فاحفظوها. وأيضا قرأ لأبي جعفر ولابن عامر وللكسائي بمثل هذا بمثل هذه الصيغة التي هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. إن الله هو السميع العليم، وذكرت لكم بأنه قيل عن عن حفص من طريق هبيرة: أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذكر عن حمزة أنه قرأ: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. وحكى ابن أجروم في فرائد المعاني عن شيخ ابن القصاب انه زاد ثلاثة من الصيغ لم يرويها احد غيره وذكرها ايضا في تقريبه في تقريبه هذا ابن القصاب ها ابن القصاب تعرفونه وصاحبه معكم الذي حقق كتابه اذا فلنقل هذه الصيغ هي اعوذ بالله المنان من الشيطان الفتان ها واعوذ بالله وكلماته من الشيطان وهمزاته وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مثله قد ذكره الجعبري وذكر مثله أيضا عن 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 حمزة إذا فصحى وسلم لي لابن القصاب فقط صيغتان تفرد بي بصيغتين هذا تنكيت على ابن أجرون فقط للفسحة والنكتة وإلا فهؤلاء لا يفتأت عليهم ولا ولا ينكت على أمثالهم فمنهم نتعلم رحمهم الله ورضي عنهم ومن مجموع كتب الإمام الداني من مجموع كتبه استفيدت ست صيغ أو صيغ ستة أو صيغ ست أو ستة ألفاظ أو ألفاظ ستة أو ألفاظ ست كما تشاءون أنتم بالخيار هذه الألفاظ أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أين ذكرها؟ ذكرها في جامع البيان عدوا معي في أحد عشر كتابا في جامع البيان وفي إيجاز البيان وفي التلخيص وفي التمهيد وفي الاقتصاد وفي الموجز وفي رواية ورش من طريق المصريين وفي رواية أبي نشيط وفي إرشاد المتمسكين واقتصر على هذا اللفظ في التيسير والتعريف وسنأتي إلى باب التعريف هو باب عظيم فهو مما اختلف فيه المشرق مع المغرب وسنبين فضله باذن الله ونبين روايته وانها لم لم تنقطع بفضل الله تعالى وحسن معونته عند اهلها نعم اذا قلنا بانه اقتصر على هذا اللفظ بعينه الذي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اين في التيسير والتعريف وسنأتي لعلة اقتصاره على هذا اللفظ في هذين الكتابين الصيغة الثانية هي قوله أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم الصيغة الثانية عند الحافظ الداني هي أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ذكر المنتوري أبو عبد الله محمد ابن عبد الملك أليس كذلك؟ القيسي في شرحه على الدرر أنه ذكرها في في ايجاز البيان وهي فيه، وفي جامع البيان وهي فيه، وذكر انها في الاقتصاد والتمهيد، اليس كذلك؟ الصيغة الثالثة وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذكر انها في الاقتصاد والتمهيد وإيجاز البيان، وهي في ايجاز البيان، ولم يذكر انها في في جامع البيان وهي فيه لطلبة العلم. إذا هي من الصيغ التي ذكرها الحافظ الداني في جامع البيان وإن لم يذكرها شارح الدرر رضي الله عنه ورحمه الصيغة الرابعة وهي أستعيذ بالله أستعيذ بالله السميع العليم من من الشيطان الرجيم ذكر أنها في إيجاز البيان ولم يذكر أنها في جامع البيان وهي فيه أيضا وهي في جامع البيان أليس كذلك الصيغة الخامسة وهي استعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ذكر أنها في جامع البيان وليست في جامع البيان فلله الأمر من قبل ومن بعد الصيغة السادسة وهي أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ذكر أنها في الاقتصاد والتمهيد ونريد ان نختم بصيغ الاستعاذة مقرونة أو مفصولة عن البسملة وأول الحمد ليستمع الإخوة الحاضرون إذا اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <applause> نعم الوجه الثاني الان فصلنا ماذا او افردنا الاستعاذة وافردنا البسملة وافردنا اي اي فصلنا الاستعاذة عن البسملة عن اول سورة الحمد اليس كذلك الوجه الثاني اعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اذا قرأ ماذا الان مم. فصل الاستعاذة وقارن بين بين البسملة واول سورة الحمد الوجه الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم م. الحمد لله رب العالمين فعل ماذا؟ م. جمع الآن ساغ لنا ساغ لي الشراب وكنت قبلا أليس كذلك؟ نعم إذا جمع بين الاستعاذة والبسملة وهذا كما قلنا قال قال ابن الباذش بأنه أتم وأكمل في الاستفتاح أتم وأكمل في الاستفتاح فقرن وجمع بين الاستعاذة والبسملة وفصلهما عن عن أول الحمد اقرأ الوجه الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحسنت هذه تحتاج إلى تدريب جميل إذا لاحظتم الآن واستمعتم فإن القارئ قرأ علينا بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الصيغ التي ذكرنا والتي لم نذكر لقد انتخبت لكم واصطفيت لكم منها وهي كثيرة لماذا اقتصر لنا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحدها لماذا يقتصر الناس الآن على هذا مع أن كل الصيغ التي وردت كما قال ابن غلبون في إرشاده صواب حسن صواب حسن جيد مستعمل غير منكر الصيغ التي أو الألفاظ التي ذكرت والتي سمعتموها مني والتي لم أقولها لكم اختصارا صا كلها صواب حسن جيد مستعمل غير منكر وأيضا الداني في إيجاز البيان يقول وذلك كله واسع في الاستعمال حسن قريب بعضه من بعض أه؟ كل ذلك أو ذلك كله واسع في الاستعمال حسن قريب بعضه من بعض فلماذا نختار الآن ونقرأ على هذه الصيغة ولا نقرأ بالصيغ الأخرى ولما لا نراوح بين الصيغ نحن نتحدث الآن عن عن الاختيار بالفعل لا بالتنظير نحن الان نختار بالفعل لاننا قرانا الاستعاذه على ما اختاره لنا الائمه السابقون مع ان كل الصيغ قلنا بانها تؤدي معنى الاستعاذه سواء بالزياده ام بالنقصان وسناتي الى هذه المساله باذن الله تعالى والى لقاء اخر بحول الله تعالى مع قوته